الفيسبوك يتجسس عليك أخي الكريم، والدليل هو أنك قد تتحدث مع صديق على موضوع ما أو تقوم بزيارة موقع ما، وعند دخولك إلى الفيسبوك تجد مواضيع لها نفس الصلة بما كنت تبحث عنه من قبل. اليوم إن شاء الله سأريكم أولا كيف تقوم الفيسبوك بتتبع نشاطك، ثم ثانيا طريقة التخلص من هذه الخاصية المزعجة. فبعد التحديث الأخير للفيسبوك ظهرت إعدادات جديدة تمنح الصلاحية للفيسبوك بالتجسس عليك أخي الكريم أختي الكريمة، وتتبع كل خطواتك حتى وأنت خارج البرنامج. فأي موقع دخلت له أو برنامج قمت بتثبيته على هاتفك إلا وتركت خلفك آثار أو معلومات حول سلوكياتك اليومية التي تقوم بها، تقوم إدارة الفيسبوك بجمع هذه المعلومات والسلوكيات وتحويلها إلى بيج داتا خاصة بك، تستطيع بيعها بملايين الدولارات للشركات التسويقية أو الشركات المهتمة بهذه المعلومات. الآن السؤال المهم، كيف أتخلص من هذه الخاصية المزعجة؟ إذا تتبع معي أخي الكريم طريقة إزالة هذه الصلاحية. فنذهب إلى الفيسبوك الخاص بنا أخي الكريم، ثم نضغط على هذا الزر، ثم بعدها إلى باراميتر اي في بريفي، ثم بعدها باراميتر، ثم الآن نبحث الأسفل هنا فنجد اكتيفيتي اون دور دو فيسبوك، يعني أنشطتك خارج الفيسبوك. نقوم بالدخول إليها. أول شيء نقوم بإزالة الهيستوريك، يعني الأشياء التي قامت الفيسبوك بتسجيلها على حسابك من قبل هكذا. ثم ننتقل الآن إلى بلو دوبسيون، ثم إلى هذا الاختيار جيري لاكتيفيتي فيتور، ثم هذه الخانة كذلك، وهنا نجد هذه الخاصية مفعلة، نقوم بإزالتها ديزاكتيفي، وبهذا قمنا بإزالة هذه الخاصية المزعجة من هاتفنا، ويمكننا الدخول والخروج إلى أي تطبيق أو موقع دون مشاكل. كان هذا هو درسنا يا إخواني، لا تنسوا مشاركة الفيديو مع الأصدقاء والاشتراك في القناة والضغط على زر جيم ومحاولة تفعيل الجرس حتى يصلك الفيديو دائما أنت الأول، ودمتم سالمين معافين إخواني الكرام.